استأنف مع حضراتكم استعراض باقة أخبارنا. فريق محمد فريد بيشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي إعصار 60. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي إعصار 60، واللي بتجري إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني واستمر لعدة أيام. ده بيجي في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة. ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثالث الميداني. وأشار إلى أنه التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار. Thank you.